قضيه ثانيه. نفتكر النهارده يعني السؤال ده انا طول عمري بطرحه النهارده اللي هو يا ترى النهارده لو لا قدر الله ربنا ما كتبش على اي حد نظر ده لو اخوك او ابنك كنت هتعمل ايه؟ كنت هتتمنى ان يكون لي دفاع للدفاع عنه وعرض وجهه نظره صح؟ فبلاش ازدواجيه المعايير. هي مش القضيه زي دي هتبقى رساله للمجتمع وليس حكم ضد. والسؤال في معرض الاجابه، هل تستطيع النيابه العامه اذا قلت لها ان المريض المصاب بانفصام الشخصيه واضطراب ثنائي القطب والاضطراب بالضبط، انا مش بس انا بقول النهارده ان المتهم النهارده المريض بالامراض دي فعليا عنده احساس بالذنب يكون غير واعي وغير مدرك لا شعوريا حينما يرتكب اي جريمه ثم يعود. وفي حال المتهم كل الاعترافات عليها علامات استفهام، وبالتالي انا طالب النهارده معروض على التحقيق النهائي للمحكمه اللي هتجريه النهارده المشرع لما يجيب الماده 63 طلبك معروض على المحكمه. تمام، المحكمه بتطلب منك دلوقتي انك تطرح الدعوه. معليش يا ريس، النهارده الطلبات الجازمه دي الدفاع لن ينفك عنها في شأن عرض المتهم، عرض المتهم على الدفاع. معليش يا ريس، النهارده الدفاع لن يستطيع ان يستكمل مرافعته النهائيه الا بتحقيق هذه الطلبات. انا الاول بس الان المحكمه هي التي تستطيع. انا ضغط المحكمه النهارده تناظر المحافظ المستندات وجه الدفاع ان يدي مرافعته مع توثقه في الطلبات. احنا هنقدر هذه الطلبات. لا رئيس، يعني انا الامر بالنسبه لي امر صعب، بس النهارده وفقا لحاضر ثلاث حوافظ المستندات لا سيما للطلبات. انا حتى الدفاع أجلا مناسبة الاطلاع عليه. الاطلاع ولكن احنا كمان مشوار، احنا لينا طلبات بالرغم ان الطلبات كلها الطلبات هتبقى معروضة عليك. تمام، احنا مش عايزين تحطيم فصل. مش تحطيم، لا هو مش تحطيم، ولكن اتزخم الاعلام اللي معمول على انا ماليش دعوة بالاعلام. احنا كنا نخشى انها المحكمة الاعلام ملوش تأثير على المحكمة لازم تدي الدفاع فرصة لتحقيق طلبات. لان في اوراق الدعوه لو نظرنا للدفاع كنت حاضر مع مين؟ كنت مع فريق الدفاع اللي اتسحب في الاول. تمام، مع فريق ازاي؟ هقول مع مين؟ لكن اول ما بدا تسجيل الفيديوهات اولا مع الرئيس القانون المحاماه بعد ما تنسحب انت ترجع للدعوه مع مين؟ ده بص انا ارجع للدفاع، لكن هو في حاجه لفتت نظرنا مع الرئيس. انسحابك ده لاسباب ايه؟ لا من اسباب ان احنا ما استحملناش ان احنا نشاهد الفيديوهات. تمام يا ريس، لكن بعد خروج الفيديوهات للراي العام دون مراعاه للاداب العامه دون مراعاه لخدش الحياه، لا لازم نرجع بقى وندافع عن المتهم والحق المحكمه بحق طلبه. يعني الهيئه المؤقره انا سحبت وخلاص والمسالفه مطلوبه عادات المحكمه. احنا النهارده طلباتنا سحبت. انا مش هقدر اسحب. انا سحبت وجيت التوفيق انت انسحبت في الجلسه السابقه. الجلسه السابقه فريق الدفاع انسحب وانا قلت للهيئه الموقره ان انا وكيلهم وليس في الحاضر عن المتهم، ولذلك خرجت مع الهيئه. الام الصفات هي ايه؟ الام الصفات انا كنت بحدد دي هيئه الدفاع على حق ال انا عندي تمام. انا امري صعب قدام المحكمه النهارده بتطالب ان انا اترافع في القضيه، والقضيه يراها الدفاع غير كامله الاركان والابعاد. قرار المحكمه، والمحكمه هي السيد الاعلى في هذه الاوراق وهذه القضيه، ولكن الدفاع مش ممكن هيكون مطمن لان هو يترافع في قضيه الدنيا كلها حكمت عليها. طب النهارده في التحقيق النهائي قدام المحكمه هل هو هيكون مجدي او لا؟ اعلم ان المحكمه هتقول لي ده قرارنا احنا وطلبات الفريق الراي العام. انا متمسك بطلباتي ولن اترافع في هذه الدعوه الا اذا حققت المحكمه طلباتي. واذا ما كانت المحكمه النهارده بتقول لي بعد الجلسه انا بتهيألي يا ريس سأقول معتذرا ان انا النهارده اقول للمحكمه ان انا للاسف انا النهارده مضطر ان انا ارد هيئه المحكمه. لك حاضر رد هيئه المحكمه. فضل هيئة المحكمة في كامل أعضائها، قد التمس أجلا
خمس أجل الإنتاج والرياضة الرابطة. شكرا على ضيف موفق. بسفاح التجمع ومحاكمة شركته أم شهد الشهيرة بأم شهد واللي كانت طبعا بتستقطب الفتيات للمتهم لممارسة الرذيلة معهن. طبعا النهاردة الدفاع طالب بعرض موكله المتهم على مستشفى الطب النفسي وقال ان موكله مريض نفسي. الانضمام لفريق الدفاع مرة اخرى طلبت الانضمام لفريق الدفاع بعد تسريب الفيديوهات اللي طلعت المتهم، ولذلك انا النهارده انضميت للدفاع. طب وحضرتك كنت انسحبت ليه؟ كان ايه السبب؟ السبب اللي احنا في البدايه فريق الدفاع الاول رفض مساعدة الفيديوهات، فجأة لقينا الفيديوهات خرجت للمجتمع، خلاص كده يبقى احنا نرجع تاني ونبدأ ان احنا ندافع على المتهم ونحقق بقى المحاكمة العادلة بالنسبة لي. احنا يعني طلبنا النهارده طلبات قدام الهيئة الموقرة والهيئة الموقرة رفضت. كان ايه الطلبات ممكن نقولها للمشاهد؟ الطلبات بتاعتها هو حالته للطب النفسي واستدعاء الاطباء الشرعيين. ملخصتهم كدفاع. حضرتك قلت ان المتهم عنده انفصام في الشخصية. احنا ما قلناش ان المتهم عنده انفصام، احنا بنقول ان في نوع من انواع المرض النفسي اسمه الانفصام الطوعي. بيرتكب الجريمة وبعدين يشعر بالندم؟ عنده نوع مبالاة وعنده حاجات كتير، ده لازم يتكشف عليه عشان يفهم ده ارتكب الجريمة ازاي. كمان غير مش موافقه على طلباتها وعايزانا نترافق. طبعا قضيه زي كده ما ينفعش نترافق فيها فجاه تانية. طب ولكن تمسكت بالطلبات المتهم ايام طبعا بالنسبه لموضوع الرد للمحكمه، لذلك الان المقرره اجلت 15/8 اتخاذ اجراءات الرد. هنعرف بعد كده ان شاء الله. هو الدوله قال ايه؟ ولا حاجه، هو كانت المحكمه. حضرتك يعني قعدت مع سفاح التجمع اتكلمتوا مع بعض يعني شو ايه؟ طب اللي حصل يا فندم في غرفه المداوله بعد انتهاء الجلسه؟ مفيش حاجه حصلت في غرفه المداوله، هي كل القصه في سؤال المتهم على الانضمام للرد ولا لا، الموافقه على الرد ولا لا. النيابه العامه اعترضت على طلبات النيابه العامه؟ طبعا ليها حق انها تعترض على الطلبات، اعترضت لان المتهم تم عرضه. الحق ان احنا نرد على النيابه العامه والهيئه الموقره هي ليها حق وكل التقدير في موضوع طلبات الجامعه ولا لا، ولذلك احنا ردينا للمحكمه لعدم استجابه طلباته. القضيه زي دي هتبقى رساله للمجتمع وليس حكم ضد المتهم. هل حضرتك حاسس ان المتهم مظلوم؟ لا مش كده، مظلوم امر عادي. انا عايز اعرف ان المتهم ده هل هو مريض نفسي ولا كل الافعال اللي المجتمع شافها على الملا، شاف الفيديوهات على الملا، لازم نفهمها كلنا بقى، ده مريض نفسي ولا مش مريض نفسي؟ لما الاقي كل يوم طالع لنا. طب هل في مريض نفسي كان في مريض نفسي كان بيرتكب الجريمه وبعد كده كان بيعرف ان يخبي الجثه في مكان بعد ما يحطها في شنطه ويرميها على طريق صحراء؟ فمريض نفسي يعمل كل ده؟ وعدم الاستسلام والدم اللي على السجاده والمرتبه اللي قلبها، ده كله بيقول ان ده مريض نفسي. يعني كل ده لا مبالاه، يعني هو طبيعي، يعني هو مريض نفسي يعني بيخبي كل يعني ارقام الجريمه. ممكن تدوروا في الطب النفسي، اه تدوروا في الطب النفسي هتعرفوا ان هو بيطلع حاجه ولا بيرجع ولا بيعمل.